كابتن وائل العكس بقى، الاهلي النهارده تحس انه تاخر كثيرا في دخول المباراه، او الدخول كان دخول المباراه كان دخول خاطئ ربما على مستوى التشكيل او على طريقه اللعب، انت اللي هتقول لي، بس الاهلي كان بعيد بعيد خالص من بدايه المباراه، حتى قبل الهدف الاول قريت انه الزمالك افضل. طب لا خلينا نقول ان الموضوع مش مباراه، يعني مش النهارده بس الاهلي بعيد، الاهلي بعيد بقاله فتره، وكمان لما الناس ابتدت تتكلم بعد مباراه فيوتشر ان الاهلي رجع والكره الحلوه رجعت، انا كان تعليقاتي مع الاصدقاء المقربين جدا ان بدري قوي الحكم على عوده الاهلي، لان الاهلي بقى يعني بقاله فتره اللعيبه منهكه بشكل كبير جدا، في اختلاف في الجرعات التدريبيه اللي كان بيعملها موسيماني عن سامي قمصان عن الراجل الموجود دلوقتي سوارش، فانت بتتكلم في ان الاختلاف التدريبي ده بعضه، وكابتن اسماعيل موجود معانا ومدرب كبير وعارف الكلام ده، الراحات الكتير اللي كانت بتحصل ايام موسيماني ممكن تاثر يعني مش الموضوع اجهاد اوفرلود، لا ممكن كمان يبقى عندك مشكله في النقص التدريبي ان انت بتتمرن بشكل مش جيد. فالموضوع مش نتاج مباراه النهارده بس، لان مباراه بيراميدز الاهلي ما كانش فيها شكله كويس، انما ما اقدرش برضه اقول ان الراجل يعني خلاص وحش، لا ما يعني ما ينفعش اقول كده. ليه؟ لان دخلته المباراه النهارده دخله مش كويسه خالص، التشكيل ما كانش كويس، طريقه اللعب ما كانتش كويسه. انا من ايام موسيماني، لان موسيماني كان من ضمن المدارس اللي بتقعد تغير في طرق اللعب كتير، انما احسن طريقه لعب للنادي الاهلي اللي نادي الزمالك بدا بيها النهارده، وهي 3 4 3 بقى عندنا قصة التلاتة لما بيلعبوا ورا وبتطير الجناحات بتاعتك أو الناس اللي على الأطراف، بتلعب بأريحية، والأمور بقت بتختلف بشكل كبير جدا عنها ما تلعب أربعة في خط الظهر. فده اللي حصل، إنه لما دخل الشوط الثاني بالتغييرة دي أو بالتكتيك بتاع 3 4 3 الموضوع اختلف خالص. صحيح. لما حطيت قفشه في بوزيشن رقم 8 او حطيته في قلب الملعب ابتدى يؤدي بشكل مختلف، لما حطيت عبد القادر واديته واجبات هجوميه وقلت له هاجم وما تخافش وراك عبد المنعم هيدافع بشكل كويس، الامور ابتدت تختلف. لما رجعت حمدي فتحي عشان الميس باس الكتير قوي اللي بيتعمل في نص الملعب، فلما رجعته في بوزيشن بتاع ليبرو بس على نفس اللاين بتاع ياسر وعبد المنعم، ابتدت الامور تبقى مختلفه شويه بالنسبه للنادي الاهلي. ابتدى بس طبعا المشكله ان انت دخلت متاخر، لان في 45 دقيقه اتفقدوا منك، وكمان المنافس استغل ده بشكل كبير جدا في انه احرز هدفين، وكان ممكن يحرز اهداف اكتر، لان الاوف داي بتاع الاهلي ما كانش في 2 3 لعيبه، انت بتتكلم في 11 لاعب، ال 11 لاعب كانوا وحشين، كان في توتر غير طبيعي، كان في ميس باس كتير جدا، كان في كنا بنتكلم انا وكابتن اسماعيل جوه دلوقتي على الكوره بتاعت ياسر ابراهيم في الشوط الاولاني اللي جاي منها الجون بتاع امام عاشور، انت لوحدك حط الكوره اوت، حط الكوره كورنر. انما انت الفكر في دماغك عايز تعمل ايه يخلي الكوره ترجع تاني تبقى هجمه عليك، يتعمل عليك دبل باس، يتحط امام عاشور يحط الجون التاني ويقتل المباراه بشكل كبير جدا. انت عندك مشاكل كتير جدا فنيا، وكابتن اسماعيل قال كلمه مهمه جدا بخصوص المدرب فيريرا لما تم التعاقد معاه، العكس تماما مع النادي الاهلي. ازاي؟ لما فيريرا تم التعاقد معاه كان في اريحيه، كان الفريق بتاع نادي الزمالك ما كانش طموح ان هو ياخد بطوله، الجماهير مهيئه ان احنا بنبني فرقه ومفيش مشكله، وكارتيرون كان مبوظ الدنيا والكلام ده كله، فخلي بالك ان المدير الفني جاي الدنيا هاديه، انا مش مضغوط ان انا اجيب بطوله، انا مش مضغوط، انا كل شغلي للسنه الجديده. صحيح. على عكس النادي الاهلي، النادي الاهلي بيمشي موسيماني وجاب الراجل، خلي بالك عندك بطوله الدوري لازم تاخدها، عندك بطوله الكاس لازم تاخدها، عندك الضغط كاسين وكاسين والكاس القديم والكاس الجديد، عندك مش فالقصه عارف الضغطه دي برضو بالنسبه للمدير الفني، وهو اصلا ما اتضغطش ضغطة البطولات قبل كده، لأنه راجل بعيد عن إن هو ما تولاش أي فرقة بتنافس أو بتلعب نهائي، فالكلام ده كله محتاج بعض الوقت.